قلت لكم من قبل في اين تعادل ما كناش طامعين باش اننا نتعادلوا، كنا عازمين باش نحققوا ثلاث نقاط كون المقابله لنا امام الجمهور ديالنا في الملعب ديالنا اللي هو ملعب بشير. فالحمد لله نقطه تعادل ما هي نقطه ماشي خايبه. البطوله يلا كما كيقولوا رحله 1000 ميل كتبدا من الخطوه الاولى، وهذه الخطوه الاولى اللي نهار اليوم ان شاء الله نقطه ماشي سهله، نقطه ان شاء الله في الاخر ديال الموسم نقدروا نتحاسبوا عليها بزاف، تكون هي السبب في الطلوع ان شاء الله. لا فاحنا تقسينا امام فريق من القسم الوطني الاول اللي كشف المغرب التطواني الامس مقابله ضد فريق الجيش الملكي، فهو فريق اللي كبير وكيقدم كره اللي جميله. حنا مشينا باش اننا نحققوا التاهل من تماك ما استطعناش، فمقابله كاس عرش فهي مقابله كجميع مقابلات بالخيب ديال بالزوين ديالها بالخيب ديالها تنسات الحمد لله، ما تاثرش علينا ماشي شي حاجه. السلام عليكم. المقابله ديال اليوم فهي اول مقابله في هذا الموسم، استعدنا لها بما فيه الكفايه. كما كتشوف الله كنقلبوا على الريشم ديالنا، ما كتبش نجيبوا ثلاثه نقاط ان شاء الله، ثلاثه نقاط نعاودوها في باقي الماتشات، مازال الماتشات وان شاء الله الدراري الله جاوا بزاف الدراري جداد مازال كنساجموا، وان شاء الله العام غنطلعوا للبروميير ديفيزيون ان شاء الله، وان شاء الله نديروا بكل ما الجهد ديالنا اللعابه والطاقم التقني باش نحقوا الصعود، وان شاء الله نحقوا الصعود بروميير ديفيزيون ان شاء الله.